أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أكدت مصادر من داخل مخيمات تيندوف أن الضربة العسكرية المركزة التي نفذها سلاح الجو المغربي ضد قوة تابعة لإرهابي البوليساريو لم تسفر عن مقتل قائد جهاز الدرك ده البندير فقط بل أطاحت أيضا بأحد أبرز القيادات الميدانية للجبهة وقالت سادات المصادر ان الامر يتعلق باحد كبار عسكري البوليساريو والذي كان بدوره متواجدا مع القوى التي حاولت تنفيذ هجوم مكر وفر على افراد القوات المسلحه الملكيه انطلاقا من المنطقه العازله شرق الجدار الدفاعي المغربي وكانت طائره مقاتله من نوع اف 16 تابعه للقوات الجويه الملكيه قد نفذت ضربه جويه مركزه بعدما رصدت طائره استطلاع بدون طيار تحركات القوه التابعه للبوليساريو بعد اقترابها من الجدار الامني المغربي حيث استعملت قيادة القوة المسلحة الملكية المعطيات الدقيقة التي توصلت بها من أجل توجيه مقاتلة F-16 لتنفيذ القصف الجوي والذي كان دقيقا بنسبة 100% حيث تم تدمير قوة المرتزقة التي كانت تتكون من مدرعات وسيارات رباعية الدفع محملة بمدافع خفيفة بشكل كامل. نشكركم على حسن الاصغاء اذا اعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الاعجاب